مسح الموقع العالي. نحن نتجه الآن إلى القطاع 27. هاي اصحوا ديني، لا تنم. اتركيه، يبدو أنه غارق في الأحلام السعيدة. تريسيراتوبس. ماما. ما بك ديني؟ لا شيء، كنت أحلم. كان ينادي أمه. اضحكي كما يحلو لك، تتسللين إلي أثناء نومي وتشوشين علي أحلامي السعيدة. تمهل، هل تعاقبني يا إكسان؟ حددت الهدف. التقاط صور للهدف. التكبير والطباعة، الآن عرفت الموقع. ما منك سورس؟ أجل، ترى هل نستطيع أن نكسب بعض الأصدقاء الجدد هنا يا إكسان؟ مهلاً. أي، قل لي لماذا لا تحسن قيادتك؟ السجل البيولوجي للمامنكيسورس لا يسجل. وماذا سنفعل؟ سوف أرى. أسرعي إيمي. هل أنت ميت؟ ميت للأسف، لكن كيف ذلك؟ كيف يموت وهو واقف؟ يشبه تمثالا في متحف. هاي، انظروا إلى أقدامه كم هي ضخمة. سنرى بصمة أقدامك. لا ديني. إيمي. ليس هناك ما هو أثقل من مزاحك إلا جسمك. ديني ابتعد. غريب. ما بك؟ انظر، ما هذا؟ إلى ماذا تشير؟ أنا أشير إلى جرح غائر في جسد ديناصور ميت. ما الذي يعنيه هذا؟ هل لديك أي تفسير لهذه الظاهرة؟ لا، لا أجد تفسيراً لها. ماذا عنك؟ أنا مثلك أيضاً. ألا يمكن أن يكون هذا من فعل مصاصي الدماء؟ ألم تنتهي بعد؟ لكنك تحب استعراض عضلاتك، اعترف. هل لاحظت يا إيمي أن جرح الديناصور لم ينزف قطرة دم واحدة؟ برأيك هل هذا دليل كاف لنتهم مصاصي الدماء؟ إنه كاف. أبداً. كافن. غير كافن. كافن. غير كافن. لا تتشاجرا. رائع. رائع جدا. عدها ثانية إكسان. لا تضيع الوقت، هيا. بماذا يفكر؟ أظنه يفكر بمصاصي الدماء. لنرى. هل لديك أخبار جديدة يا إيمي؟ لم أرى مصاصي دماء في أي مكان. انظروا، مصاص دماء؟ ستيغوسورس. أجل، هذا صحيح، لكن هذا كسابقه لا يتحرك. هل أنت واثق من حساباتك ويزر؟ أجل رانتر، تيفانو، اسمعاني، أريدكما أن تنفذا كل ما آمركما به من دون أي اعتراض أو نقاش، وإلا قضيت عليكما، أتفهمان؟ أكملا المرحلة الأخيرة من الخطة 90، لننطلق ولنكن حذرين. هيا لنبحث عنهم خلف الأشجار. آه.
الذي قتل المامينكيسوراس قتل الاستيغوسوراس بالطريقة نفسها. لا تلمسه، كن حذرا. انظر، الجرحان متماثلان تماما. كنت محقا في تخميني. في هذا المكان مصاصو دماء تتغذى على الديناصورات. سنتابع البحث لنكتشف الحقيقة. أريد أن تنتهي هذه المهمة بأسرع ما يمكن. حاضر سيدي. الديناصور الذي انتزعنا دمه سقط أرضاً. ترى ما سبب سقوطه؟ لقد حرك أحد ما هنا. إكسان وإيمي ابنتي. واحد آخر. ما هو؟ بليتيوسور. نعم. وما نوعه؟ سوف أرى. حدد لي هويته. هذا من عائلة برانكيوسور. ابدأ العمل. يمكنك الهرب لكن لا يمكنك الاختباء. جيد، سأختبر فعالية المنتج الجديد. ويزر، لقد أنهينا مهمتنا بنجاح. أجل. أنت راض عنا؟ شكرا لجهودكم. سيضمن هذا الدم الصناعي نجاح مهمتنا. الفضل يعود إلى عبقريتك وإلى إرشاداتك يا سيدي. يا مصاص الدماء. هل المختبر مجهز؟ هل المختبر مجهز يا ولد؟ نعم سيدي مجهز. هل العينات مجهزة أيضاً؟ أجل، نفذنا كل ما أمرت به. جيد. هذه مادة جينية من المامينكيسور. هذه من الاستيغوسور. جيد. وهل استخلصت مادة جينية من البرانكيوسور؟ لا، لم أستخلصها بعد. إنني أنتظر بفارغ الصبر أن أجمع الجينات الثلاثة للديناصورات. لتحكم الكون بأسره. ماذا تنتظر؟ اذهب، يتطلب المستقبل منا العمل ليل نهار. إذن الضحية هذه المرة البانكيوسوراس. سيقتلوننا جميعا. اهدئي، لن يتمكنوا منا، سنقضي عليهم جميعا. سنبحث عن مكانهم. استرح ديني. لا تتأخر، سأخذ استراحة قصيرة. يبدو المكان هادئا. أتمنى أن يكونوا قد شبعوا. ذلك سيمنعنا من الاقتراب. ماذا سنفعل الآن؟ سننتظر. هذا نحن. أعرف، كنت أجرب قواي. خذوا. اهدا.
يا عزيزي هورن، أرجوك سوف ننتقم منه فيما بعد، أعدك بذلك، ثق بكلامي.